هلا منصور والله هذا الساعه المباركه والله حياك الله نورتنا والله بالديوانيه يلا بالخير بالخير يسلمكم هذا اليوم منورنا ابو منصور الله يحفظك احنا كل يوم نقعد لكن اليوم اضاف لنا شيء جديد وجيته حتى جمعت الربع الله يحفظك اي والله جزاك الله خير يا منصور والله تشرفنا ابو منصور يمثلني انا بالنسبه لي يمثلني مثل مواطن صادق صالح الايجابي مو السلبي الايجابي اللي يعني اقل شيء يصلح في يحاول يصلح في الوضع عليكم الجود وانا صراحه والله انه يعجبني ابو منصور على الافشات اللي يسويها بالتلفزيون انها في الصميم الله حبيبي شكرا لك عبد الله على الجمعه الطيبه بارك الله فيك اشكر ابو عبد العزيز وما قصرت والاخو منصور وهذه الساعه المباركه وانت اخوك ابو عبد العزيز مشكور عمي ابو عبد العزيز وما قصر ابو منصور على اسمه كل شيء حلو يقدم عبدي نعم متى خلص الفيديو وانت نحبك في الله الله يحفظك وانت انا شخصيا طبعا ومتاكد ان اغلب الكويتي انت تمثلنا الله يحفظك انت رجل صادق ورجل قاعد تتعب وتخسر عشان توصل بعض الملاحظات اللي ممكن انها تصلح وهذا ايجابيه منك يعني مو مثل الناس الباجيين احنا اليوم مستانسين فيك وانت جيتنا اليوم على فجاه ما يعني اسمح لنا بس هذه طول عمرك الملكه اي موصيتني قالت شفت ابو منصور قلت له قالت عطى صورتي هذه الخاله هذه هذه ساعه ما الله الجميع شرفنا ابو منصور اليوم اليوم عيد شرفنا اليوم عيد ابو منصور عزيز وغالي عيد بشوفتكم الله يسلم جمع الربع وشاعر رحاب طبعا غني عن التعريف حاضرين يهوديه او شيء يقول ما ادري علامه علي وشجار ما ادري علامه علي وشجار ما بي منه لا مال ولا جار ولا جار اخاف بس بنايه رجال لا ابوها محبه نبتكي يا غبيه لا ابوها محبه